قلتي لي سالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي سالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله غادي نديكم المحل اللي كنتقضى من عنده القهوه. يعني هذاك المحل هو اول واحد تناخذ من عنده القهوه واول واحد يعني مشيت عنده سولته على الانواع ديال القهوه اللي خصني ناخذ. يعني نهار اللي فكرت باش نبدا هما اللي وراوني يعني النوع اللي كناخذ والحمد لله القهوه اللي كناخذ كتعجب الكليان ديالي. ويعني الحمد لله ما كندير قهوه ما عمر شي واحد قال لي قهوتك ماشي مزيانه. ورا كاينين الناس من المتتبعين ديالي اللي ذاقوا القهوه ديالي وعجبتهم والحمد لله هذا فضل من عند الله. ودابا غادي نخليكم تمشيو معايا للمحل اللي كنتقضى من عنده وكنتمنى نكون صورت لكم داكشي. هو هذاك يعني كاين واحد الفيديو اللي مثلا اللي وريتكم منين تدوزوا حتى بغيتوا تجيو للمحل. بالنسبه للناس اللي هنايا بغيتوا تجيو للمحل ولا شي حاجه عندهم القهوه يعني الانواع ديال القهوه كيطحنوها على يديهم وكيشرحوا لك يعني هذه المميزات ديالها هذه المميزات ديالها. راني مشيت عندهم وصورت معهم فيديو وراه غادي تفرجوا وغادي يوريكم حتى الانواع ديال القهوه. واللي بغى يجي عندهم مرحبا به قولوا لهم حنا من طرف اطلسيه في الشمال. انا وصيتهم عليكم حتى لا جا شي واحد راه ماشي تندير لهم اشهار ولكن هذوك الناس من اطيب خلق الله والحمد لله. الله يلاقينا غير مع الناس المزيانين. ودابا ما نطولش عليكم اخوتي العزاز كنبغيكم بزاف بزاف. خليكم مع هذا الفيديو هذا. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا هو معايا المحل. خليك ليلي يا سالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي سالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا انا جيت المحل اللي كنتقطع منهم القهوه وهاد هما الناس اللي عاونوني في الاول وهما اللي وراوني الانواع ديال القهوه اللي خصني نستعمل وهما اللي عطوني افكار وهما اللي كنتقطع من عندهم كلشي. يعني ما كاين عندي شي محل اخر من غير هاد المحل هذا. والحمد لله ان شاء الله باذن الله ولو نعرف ندير المشروع ديالي نكبره هاد المحل ما غاديش نستغنى عليه غادي نجي عنده دائما لان هاد الناس هادو من اطيب خلق الله وكيتعاملوا معايا. ودابا غادي نخليكم مع الاخ عزيز مول المحل باش يشرح لكم. الناس كيكتبوا لي في لي كومونتير خصهم يعرفوا منين كنتقطع القهوه منين كنتقطع الكنافه
اليوم انا درت لكم فيديو على حساب القهوة، وعاوتاني مرة اخرى غادي ندير لكم فيديو على حساب الكنافة. وهذا المحل هذا كيتواجد في الدرادم حدا الفران ديال الشواء، اللي بغى يجي يشوي ويجي ياخذ القهوة ماشي ومرحبا به. ودابا غادي نخليكم مع الاخ عزيز باش يشرح لكم الانواع ديال القهوة ويوريكم هو يشرح لكم اكثر فين جا المحل. اللي بغى يجي يتقدم لعندو مرحبا به، راه ماشي تندير له اشهار، وانما غير باش نشارك معكم يعني منين كنتقضى. وحتى هما من اطيب خلق الله كيتعاملوا معايا بزاف، داكشي علاش قلت هما خصني ضروري نعرفكم على هاد الناس. هادي المحل ديالي وديبا هو مقولة مرحبا ولومبوردي. بالنسبة للأنواع اللي عندنا ست أنواع، منهم أزول غيردي وغري، هادي ثلاثة الأنواع اللي كنسميهم أنواع عادية. وكاين ثلاثة بروميير، كاين أروما وبوستو وكلاسيكو، هادو فيهم واحد النسبة مئوية ديال الأرابيكا زايدة. وبالنسبة للأرابيكا 100% قليل اللي كيشربها، اللي فيها كافيين زايد. بالنسبة للقفص النجات اللي كتدير معنا كافي كلاسيكو اللي فيها واحد النسبة مئوية ديال الأرابيكا زايدة. مبليين بالقهوة، يعني الا ما شربش قهوة ما يقادش المجاج. اللي يعرف القهوة يدي الارابيكا 100% اللي مذاق ديالها زوين. و نقول لكم كافي فيردي فيها نسبة مئوية ديال 20% ديال الكافيين، وكافي غري فيها تقريبا واحد النسبة مئوية ديال 30%، وكافي اروما فيها واحد النسبة مئوية ديال 20%، كافي كلاسيكو فيها واحد النسبة مئوية ديال 60% ديال الارابيكا. وكاين الارابيكا 100% اللي كتخدم مع روبيستا، و حنا كنخدمو بالروبيستا والارابيكا اللي معروفة الارابيكا في دول العالم كاملة. خليك ليلي يا غزالي ونطير معك يا ليلي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح.